سلام البنات، جيت لكم اليوم بوصفه واعره، واحد الوصفه اللي كتحيد جميع العيوب ديال الوجه، البقع السوداء، حب شباب، الكلف، اي حاجه في وجهك كتحيدها وكتخلي الوجه صافي وبيض. هاد السر ديال هاد الوصفه كنا عارفينها واللي معروفه، كتنقي الوجه وكتصفيه، اللي هو النشا. كما كتعرفوا النشا كيبيض الوجه وكيصفيه وكيحيد الحبوب والبقع السوداء وكيحيد شحال من حاجه في الوجه وكينقيه مزيان، كيخلي وجهك كيلمع وبيض. والنشا كما كتعرفوا مزيان لجميع انواع البشره، سواء البشره الدهنيه او البشره الجافه، اللي كتعاونك بزاف في البشره ديالك سواء ناقصها اي حاجه كديريها فين ما بغيتي، في ايديك، كتبيضهم، وجهك، عنقك، رجليك، اي بلاصه، وكتغذي البشره مزيان وكتعطيها فوائد بزاف. صراحه النشا هو سر الجمال ديال اي بشره، كتبيض الوجه وكتنقيه، كتصفيه، يعني راه وجهك كيولي نقي. حيدوا لي داكشي ديال البرودويات وداك لي ماسك وداك الشيء، هذا نشا طبيعي ومزيان للوجه، معنو حتى اعراض وصحي للوجه وكينفع وكيفيد الوجه بزاف. والنشا هو اللي كنستعملوه في الماكله، ولكن من غير الماكله هو كينفع بزاف في الفوائد ديال البشره، في الماسكات، في اي حاجه. الا ما كانش عندك نشا في الدار، سيري شريه دابا، حيت النشا احسن حاجه تقدري ديريها لوجهك ولا يديك ولا رجليك. وايضا النشا ما كيدير لك حتى اعراض ولا شي حساسيه ولا شي حاجه، هو مزيان لجميع انواع البشره. ومن غير النشا عندنا هنا ثاني مكون، اللي هي مطيشه. بزاف ديال الناس ما عارفينش الفوائد ديال المطيشه. مطيشه شيء واعر وحاجه واعره للوجه، الناس بزاف ما عارفينش الفوائد ديالها. وهي مطيشه راه كاينه في اي دار كتلقاي فيها مطيشه، حيت مطيشه هي كلشي في الماكله، ضروريه في الماكله. واي دار كتلقاي فيها مطيشه، ما يمكنش ما تلقايش مطيشه، غادي تشدي ديك مطيشه، حيت من غير انكم تعرفوا ان بان عندها فوائد حتى هي بزاف بزاف، خصوصا البشره الدهنيه، ولكن حتى البشره الجافه مزيانه بصفه عامه، مزيانه لكاع انواع البشره. حتى هي بحال النشا كتنقي وكتصفي الوجه، ولا كانت البشره ديالك دهنيه كتسد لك دوك المسامات، كتعاونك باش تسديهم باش مابقاش ينوض لك الحبوب، وكتحيد حتى الاثار ديال الحبوب، وكتحيد الاثار ديال البقع والكلف. يعني مطيشه شي حاجه سريه ورائعه للوجه، يعني لا زيتي مطيشه خلطتيها مع النشا، واللي هما بجوج عندهم فوائد رائعه، يعني راه وجهك غادي يولي حتى هو رائع. هاد الوصفه كنصح اي وحده تجربها. ونعاود نذكر الفوائد، باللي النشا عنده فوائد كثيره وبزاف على البشره، كما مطيشه حتى هي عندها الفوائد ديالها. ومني كنجمعوا شي حاجه عندها الفائده مع شي حاجه عندها فائده اخرى بزاف، كتعطينا واحد الفوائد اللي يعني راه هائله للبشره، هائله واعره. انا مجربها شخصيا، كانوا عندي البقع السوداء وكان عندي الحبوب داك الكبير وكان وجهي حات، وتبعت هادي اصلا من اول تجربه درتها، صدقات ليا وصفات ليا وجهي مزيان. وكاينه وصفه اخرى اللي باغيني نديرو عاوتاني، حيت النشا عنده فوائد بزاف، وكما كتعرفوا حتى الماء الورد عنده فوائد بزاف. فنكلك عاوتاني ديري النشا مع ماء الورد وتحركيه مزيان وتحطي على وجهك، حتى هو عنده فوائد هائله وكيخلي الوجه بيض وصافي. ومهم كنتمنى تجربوا هذه الوصفه، ولا شي هذه الوصفه دابا نيت، احسن حاجه ديري هي تنوضي نيت دابا حيدي عليك العجز ونوضي جربي هذه الوصفه الهائله، نوضي جربيها دابا، خصوصا الصيف قرب وكنبغيو نكونوا زوينين وجهنا ما فيه والو ونقيو. المهم البنات، هذه هي الوصفه ديال اليوم، كنتمنى تعجبكم، وما تنساوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم اي وصفه واي جديد كنلوح. انا هذا الشيء اللي كنلوحو على تجربه، يعني مجربه هذا الشيء
وفعال وناجح وكينقي لك الوجه، وكاع الوصفات اللي حاطه كاملين هائلين الوجه.